طيب، النهاردة مش هتبقى محاضرة طويلة، هنتكلم عن الـ devices in heart failure، الـ evidence بتاعها والـ guidelines recommendations. دي طبعا الـ roadmap بتاعت كل الـ game changing trials اللي فرقت في الـ outcomes بتاعت الـ patients اللي عندهم heart failure، واللي باللون الأزرق الفاتح هم دول الـ trials اللي فرقت معانا من ناحية الـ ICD والـ CRT. هنبدأ الأول نتكلم عن الـ ICD، الـ Implantable Cardioverter Defibrillator in heart failure patients والرول بتاعه في الجايدلاينز. انا عشان احط لعيان اي سي دي عندي اوبشن من اتنين، يحط له الاي سي دي فور سكندري بريفنشن، وسكندري ده عيان جاله فنتريكولر فايبريليشن او جاله في تي كانت هيمودايناميكالي انستابل بشروط معينه، فانا قررت احميه ان ذا فيوتشر بالاي سي دي. والصوره بتاعت الكاتيجوري دي بالذات بتكتمل لما ندخل معاها الجايد لاينز بتاعت الفنتريكولر اريثميز، علشان هم دول برضو اللي بيبقى عندهم احنا هنا هنتكلم عن الناس اللي عندهم هارت فيلير، الناس اللي عندهم امبيرد ايجكشن فراكشن، مش هنتكلم بقى على البيشنتس اللي عندهم اي ار في سي، مش هنتكلم عن البيشنتس اللي عندهم another sources of VT ومحتاجين ICD كسكندري prevention. فاللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي هو الـ ICD في السكندري prevention في عيانين الـ heart failure. القصة بدأت بأول trial اسمها the AVID trial سنة 97، ودي اتنشرت في New England Journal of Medicine ساعتها. والـ AVID دي خدت one of the four types of these patients، ان يكون عيان جاله يعني جاله VF وكان resuscitated from ال VF دي، او كان عنده sustained VT ومعها سينكوب، او كان عنده sustained VT ومعها ejection fraction less than 40، او كان عنده sustained VT وsymptoms of severe hemodynamic compromise زي like congestive heart failure او angina. ولو البيشنتس دخلوا عملوا ريفاسكولاريزيشن كان محتاجين الاجكشن فراكشن يكون اتليست اقل، لو عملوا قسطره كانوا محتاجين الاجكشن فراكشن يبقى على الاقل اقل من 40%. فاللي يخصنا هنا في الجزء بتاع الهارت فيلير ان عيان جاله فنتريكولار تاكيكارديا والاجكشن فراكشن بتاعه اقل من 40%. وهي ترايل قديمه قارنوها هيد تو هيد الاي سي دي من حيث الـ overall survival وصاد الـ class 3 anti-arrhythmic drugs، وبالـ class 3 ده كان mainly amiodarone، والـ ICD كان improved survival in this group of patients، improved الـ overall survival، وكمان مش موجودة في السلايد دي improved الـ sudden cardiac death بـ significant p-value. جات بعد الترايل اللي هي بتاعت الأفيد جات ترايل تانية مهمة اسمها الكاش. والكاش ترايل دي خدت العيانين الريسوسيتيتد من فنتريكولر تاكيكارديا، وعملوا اكسكلوجن في الستادي دي لو الكاردياك اريست ده حصل في خلال 72 ساعة من الأكيوت مايوكارديال انفاركشن او الكاردياك سيرجري او الالكترولايت امبالانس او لو كان برو اريثميك دراج ايفكت. ليه عملوا اكسكلوجن لاول 72 ساعه من الام اي او الجراحه؟ لانه الباثوفيسيولوجي في الفي تي هيبقى مختلف. الفنتريكولار تاكيكارديا اللي بتحصل في اول 72 ساعه في وجود اسكيميا غالبا العيان ده ما لحقش يبقى عنده سكار، غالبا دي من الاسكيميا، فجايز انه بعد ما احنا حلينا مشكله الاسكيميا
وعالجنا العيان وروح وتعمل له ريفاسكولاريزيشن ما يجيلوش في تي تاني، على عكس السكار ريليتد في تي اللي هي بتبقى نتيجه للجزء اللي حصل فيه ديد مايوكارديوم ويحصل عندها ري انتري وباثوفيزيولوجي كومبليتلي ديفرنت. فعشان كده هم عملوا اكسكلوجن لاول 72 ساعه او لو في سبب واضح كان للفنتريكولار تاكيكارديا زي دراج ايفكت او زي الكترولايت امبالانس، وقسموا العيانين 1 to 1 to 1 to 1، 3 لواحد، 3 في الانتي اريثميك دراجز وواحد في الاي سي دي. وفي الاول البلان كانوا ان هم ياخدوا الاميودارون وياخدوا البيتا بلوكر ميتوبرولول وياخدوا البروبافينون versus الاي سي دي. الترايل دي كانت عندها لونج ريكروتمنت تايم، وكانت بدات تطلع داتا عن البرو اريثميك افكتس بتاعه الكلاس 1 سي في العيانين اللي عندهم structurally abnormal heart. وكان ساعتها الفليكاينايد عمل القصه دي في الكاست ترايل، وكانت طلعت ترايلز صغيره على البروبافينون ان هو برضو associated with the same effect. فنتيجه للقصه دي هم قرروا بعد ما الترايل كانت بدات بشويه ان هم to prevent further patients being assigned to this harmful treatment، هي eliminate الارم بتاع البروبافينون ويخرج بره الصوره خالص، وتبقى قصه اي سي دي فيرسس ميتوبرولول والدواء الثاني اللي هو الاميودارون. كانت لما يقارنوا الاي سي دي بالانتي اريثميك دراجز البرايمري اند بوينت بتاعتهم كانت الاوفر اول سيرفايفل، كان في تندنسي انه يكون في مورتاليتي بنفيت مع مع الاي سي دي، يعني المورتاليتيز كانت 36.4 في الاي سي دي وكانت 44.4 مع الانتي اريثميك دراجز، والبي فاليو كانت تندنسي انها تبقى سيجنيفيكانت بس ات واز نوت سيجنيفيكانت. بس اللي احنا بنتكلم عليه في الحته دي مش السادن كاردييك ديث، هم طمعوا وبداوا يتكلموا عن الاوفر اول سيرفايفل والاول كوز مورتاليتي. لكن لما شافوا في نفس الترايل السادن كاردييك ديث ريتس كانت 13% in the ICD arm وكانت 33% في ال anti arrhythmic drugs arm، ف it was highly significant p value 0.005 and for this reason خلاص هم خدوا ال decision انه الدراج ده بيقلل السادن كاردييك ال ICD بيقلل السادن كاردييك ديث. بعد كده جت الترايل الثالثه سنه 2000 اسمها سيدز ترايل، ودي خدت العيانين اللي عندهم documented VF أو عندهم out of hospital cardiac arrest أو عندهم sustained VT أو عندهم VT على rate أكتر من 150، كل ده في وجود ventricular ejection fraction أقل من 35. لما جم قارنوا الـ ICD بالـ amiodarone again we had the same results إن الـ ICD can associated with less over يعني better overall survival ولكن this was not statistically significant، كان numerical effect بس. لما اتعمل له بعد كده على sudden cardiac death كان برضو significant. فاحنا كان عندنا ثلاثة main trials في ال secondary prevention العيانين عندهم impaired ejection fraction وجالهم VF أو VT، الأفيد والكاش والسيدز كلهم كانوا بيقارنوا بال overall survival. الأفيد بس هي اللي كانت statistically significant، الكاش والسيدز ما كانوش statistically significant، لكن التلاتة كانوا statistically significant in prevention of sudden cardiac death due to arrhythmias. وعلشان كده طلعت الجايدلاين أو الريكومنديشن الأولانية in an ICD is recommended to reduce the risk of sudden death or cause mortality based بس على الأفيد ترايل.
in patients who have recovered from ventricular arrhythmia causing hemodynamically instability. والجملة بتاعته are expected to survive for one year with good functional status in absence of reversible causes unless the ventricular arrhythmia has occurred within 48 hours after MI. واحنا عرفنا دلوقتي الهدف من الجملة الأخيرة لأنه كل الترايلز كانت غالبا بتإكسكلود الكاتيجوري ده من الترايل وبتإكسكلود لأنه it has a different pathophysiology different treatment عن السكار related VT. فعندك عيان عنده heart failure وجاله VT أو VF المفروض أنه هو يعمل ICD direct. طيب what about the role of ICD in primary prevention of sudden cardiac death? Primary prevention يعني عيان ما جالوش قبل كده أي ventricular arrhythmias هل في indication إن أنا ركب له ICD yes or no. في trials كتيرة هناخد المين landmark trials يعني في واحدة اسمها المادت 1 سنة 96 وفي واحدة اسمها الماست مش فارقة معانا دلوقتي دي هتفرق معانا لما ناخد الفي تي. المادت 2 دي واحدة من أهم الترايلز والاس سي دي هافت دي تاني أهم ترايل والدينش هنتكلم عنها شوي. طيب نبدأ بأول ترايل في البرايمري بقى prevention of sudden cardiac death اللي هي المادت 2. والمادة 2 دي خدت عيانين عندهم myocardial infarction بعد 30 ل 40 يوم من حدوث على الأقل يعني مش واحد جاله myocardial infarction من أسبوع أو أسبوعين لا جاله myocardial infarction على الأقل من شهر وعنده impaired ejection fraction less than or equal to 30% وكانوا randomized in a 3 to 2 ratio 3 ICDs versus 2 هياخدوا الـ conventional medical therapy. وتاني بنأكد ان هو كان على اقل شهر بعد حدوث الـ myocardial infarction. وكانت الـ results بتاعتهم انه الـ ICD قلل وحسن الـ survival وقلل الـ sudden cardiac death compared بالـ conventional therapy significantly ودي كانت اول trial تقول القصة دي بصراحة. بعد كده جات الترايل اللي هي الـ SSD HEFT سنة 2005 وبرضو اللي فاتت كانت واخدة العيانين اسكيميك بس اللي هي المادة 2 دي خدت both the ischemic and the dilated cardiomyopathy ومش كل الاسبكترم بتاع الهارت فيلير خدت اللي بس نيها 2 to 3 ما خدتش نيها 1 وما خدتش نيها 4 والهدف ان انا هقارن الـ ICD versus الاميودارون في العيانين اللي عندهم impaired ejection fraction و symptomatic heart failure. الـ symptomatic heart failure ده ejection fraction less than or equal to 35 ونيها close to 3 والـ ICD again was better than the اميودارون in prevention of sudden cardiac death and improvement of survival. لما جوم عملوا بقى احنا خدنا تو ترايلز احنا في الاولانيه ما فرقناش ما بين اسكيميك ودايليتد والبنفيت كانت ثابته. لما جينا نفكر في البرايمري بريفنشن ترايل المادة 2 كانت مينلي على العيانين اسكيميك اما الترايل اللي هي الاس سي دي هافت كان في جزء منها عن الدايليتد كارديومابث. الكيرف اللي على الشمال لما هما بقى عملوا سب اناليسز يعني سب جروب اناليسز لقوا ان الاي سي دي في الاسكيميك البي فاليو ستيل 0.05 ستيل statistically significant. في الدايليتد كارديومايوباثي كان في تندنسي لكن ما وصلش statistical significance كان 0.06 البي فاليو. فالغايه اللي احنا وصلنا له دلوقتي الاي سي دي فور برايمري بريفنشن اوف ventricular arrhythmias البنفيت واز شون في المادة 2 اند اس سي دي هاف ترايلز inclusion كان عيانين عندهم ejection fraction less than 35 في الـ SSD trial و less than 30 في المادة 2 with prior MI بس الـ SSD كان في جزء منها
دايليتد كارديومايوباثي. النيها كلاس كانت 2 تو 3 ان بوث ترايلز. المد 2 تلت العيانين كان نيها 1 and showed benefit. النيها 4 was not represented in both trials. والاستراتيجي في both trials كانت ان احنا نستنى 40 يوم بعد ال MI لو الاجكشن فراكشن ما تحسنش، لو فضلت في العيان فضل عنده نفس الكريتيريا ونفس الانديكيشنز هندخله، لان الترايلز اللي كانت اتعملت قبلهم وكانت بتستنى وقت اقل من 40 يوم showed no benefit، وده كان الهدف من الويتنج. وعشان كده طلعت الريكومنديشن بتاعت البرايمري بريفنشن ان الاي سي دي مهم تو ريديوس ذا سادن ديث اند اول كوز مورتاليتي في العيانين النيها 2 تو 3. تاني بفكركم المادة 2 كان فيها تلت العيانين نيها 1 كلاس. كانوا وبنتكلم هنا عن الاسكيميك ايتيولوجي، ما بنتكلمش عن الدايليتد كارديومايوباثي هيجي دوره. Unless they have had an MI in the prior 40 days وإيجكشن فراكشن أقل من 35 بالرغم من 3 شهور من optimum medical therapy. ودي class 1 level of evidence A. أنا جايب لكم الأمريكان guidelines لأن هم مختلفين عن اليوروبيين في حاجة بسيطة، هم مقسمينهم زي الترايلز بالظبط. فواخدين مثلا ejection fraction 35 معانيها 2 to 3 اللي هي ال SCD half the trial، واخدين less than 30% معانيها 1 اللي هي ال one third من عيانين المادة 2 patients. طيب بعد كده جت trial very important، لان احنا لغاية اللحظة دي ما كانش عندنا اجابة على سؤال الرول اوف ذا اي سي دي في العيانين اللي ما عندهم النون اسكيميك بيشنتس. احنا عندنا اجابه عن سؤال البرايمري بريفنشن السكندري بريفنشن، وعندنا اجابه عن البرايمري بريفنشن في العيانين النيها 2 تو 3 وشويه من النيها 1 الاسكيميك الاي سي دي از بينيفيشال فيو. الدايليت كارديومايوباثي خدنا سبست من الاس سي دي هافت ترايل وطلع مش سيجنيفيكنت، فما عندناش داتا تقول لنا طب العيان الدايليتد يركب له اي سي دي وينطبق عليه نفس الكريتيريا بتاعت الاسكيميا يس اور نو. فده كان الهدف من الدينش ترايل سنه 2016. والدينش ترايل دي خدت 1116 عيان وتابعتهم حوالي 6 سنين، والهدف ان هم كانوا هيركبوا بروفيلاكتيك اي سي دي في العيانين اللي عندهم symptomatic heart failure with reduced ejection fraction بسبب dilated non-ischemic cardiomyopathy. والمفاجأة كانت انه ال patients دول ما كانوش يعني ال ICD did not show benefit in these type of patients اللي هم dilated. هنا بدأوا يفكروا طب ايه سبب انه العيانين اللي ركبوا الاي سي دي وعندهم دايت كارديومايوباثي ليه ما استجابوش زي العيانين اللي اسكيميك اللي خدناهم قبل كده. من ضمن الحاجات اللي هم فكروا فيها انه 60% من العيانين اللي في الترايل دي كانوا مركبين سي ار تي ديفايس، ده ممكن يكون اثر على الريزلتس، ممكن يكون قلل السيجنيفيكانس بتاع الاي سي دي، يعني it was just a hypothesis. لكن الاوتكم بتاع الترايل الديث فروم اني كوز ما فرقش في الاي سي دي عن العادي، الكارديوفاسكولار ديث ما فرقش في الاي سي دي عن العادي، السادن كاردياك ديث ما فرقش في الاي سي دي عن العادي. بعدها بسنه نشروا زي سب جروب اناليسيس في نفس الترايل الدينش ترايل اللي هم دايليتد كارديومايوباثي، قسموا العيانين على حسب الايدج تو ليس ذان 70 او مور ذان 70. لقوا ان امونج البيشنتس اللي سنهم 70 سنه او اصغر الاي سي دي كان معاه مورتاليتي بنفيت اللي هي الكيرف اللي على الشمال البي فاليو بتاعته 0.03. اما البيشنتس اللي عندهم ايج مور ذان 70
ما كانش فيه statistical significance خالص، وده كانت الكت اوف وهم قالوا يمكن يكون الايدج، وستيل ما جاوبوش على سؤال هل السي ار تي فرق ولا لا. الترايل دي كانت في 2017 والجايد لاينز بتاعتنا كانت في 2021، فحصل داون جريدنج للريكومنديشن بتاع الاي سي دي في البرايمري بريفنشن لعيانين الدايليتد كارديومايوباثي، وبعد ما كان كلاس 1 بقى كلاس 2A، وبقى الاي سي دي شود بي كونسيدرد تو ريديوس ذا ريسك اوف سادن كاردياك ديث اند اول كوز مورتاليتي في العيانين السيمتوماتيك نيها 2 تو 3 اوف ا نون اسكيميك ايتيولوجي واجكشن فراكشن ليس ذان 35. فكده عملوا له داون جريدنج. السنه دي في الاي اس سي 2022 ده بعد سنه من الجايد لاينز بتاعه الهارت فيلير، في الاي اس سي عرضوا الترايل دي اللي هي الاكستندد فولو اب بتاع الدينش. الدينش ترايل اتنشرت سنه 2016، عملوا لهم فولو اب من 2016 لغايه الاي اس سي الاخير. وكان الراشونال بتاعهم في البرزنتيشن بتاع الاكستندد فولو اب بتاع الدينش بيشنتس انه في الدينش ترايل البرايمري اي سي دي did not provide an overall survival benefit in patients with non-ischemic systolic heart failure. وكان عندهم مشكلة انه حوالي 58% من العيانين اللي في الدينش القديمة كانوا مركبين CRT، والCRT بيimprove the prognosis in patients with systolic heart failure. فهم كانوا عايزين يعرفوا هل CRT ده أثر على الإفكاسي بتاعت الاي سي دي وقلل الريزلتس بتاعته، ولا السي ار تي كان باي ستاندرد وما فرقش حاجة في الباك جراوند خالص. فعشان كده كان الهدف من الاكستنشن ده انه عايزين examine the effect of the primary prevention ICD was modified by CRT or not. This was their question. وهم خدوا 500 عيان هنا و500 عيان كنترول، نفس الكريتيريا بتاعت الدينش، هما نفس العيانين عاملينهم فولو اب، عندهم نون اسكيميك هارت فيلير، عندهم ايجكشن فراكشن ليس ذان 35، عندهم نيها 2 تو 3 اف بلانت 4 اف بلانت سي ار تي. الاوت كمز كانت ديث فروم اني كوز وكارديوفاسكولار ديث وسادن كارديوفاسكولار ديث، وتقسموا الى two groups. group يتركب له CRT و group ما يتركبلوش CRT، يعني قسموه على بناء على CRT yes or CRT لا، يعني هل CRT او لا. فاحنا عندنا هم متقسمين كده علشان ما انتهش لاربع اقسام، متقسمين في على حسب control ومش control، ناس هتاخد ICD وناس مش هتاخد ICD، ومتقسمين جوه كل جروب من الاثنين دول ناس هيركبوا سي ار تي بي وناس هيركبوا سي ار تي دي. فالكمباريزن الرئيسيه اللي قصادنا دي ان احنا خدنا العيانين اللي هم 645 عيان دول اللي هم ركبوا سي ار تي، وقسمناهم الى اي سي دي ونو اي سي دي. الدينش الاولانيه كانت من 2008-2016 والاخيره وصلت لغايه 2020، فاحنا بنتكلم في 9 سنين ونص فولو اب. وكانت السربرايز انه with CRT او without CRT ما فرقش خالص ال ICD في الدايليتد كارديومايوباثي، والريزلتس كانت ريبروديوسبل. هل الترايل دي هتغير شكل الجايد لاينز اللي جايه ولا لا؟ هل محتاجين مور ترايلز في الدايليتد كارديومايوباثي؟ دي اللي هتبقى الفيوتشر بتاع ال next years. بس هو الأكيد إن إحنا عندنا solid evidence من ناحية العيانين الإسكيميك، وعندنا a weak evidence من ناحية العيانين dilated من حيث الـ ICD. الـ weak evidence ده خلانا ننزل من class 1 لـ class 2A، ومش عارف فين في المستقبل هننزل لأقل من 2A ولا لا. ودي ميتا اناليسز للبرايمري بريفنشن اوف ديث ان ليفت فنتريكولار ديسفانكشن وذ ويزاوت اسكيميك هارت ديزيز، كلهم على بعض لما بيتجمعوا لكل الترايلز على بعض، يعني شايفين الاس سي دي هيفت، شايفين الدينش ترايل،
هنلاقي ان هي statistically significant. وشايفين الكومبانيون اللي هنتكلم عليها شورتلي. فنتيجه لكده عندنا التو مين ريكومنديشنز اللي احنا قلناهم، انه لو اسكيميك اتس كلاس 1A، ولو نون اسكيميك اتس كلاس 2A ليفل اوف ايفيدنس A. ودي الالجوريثم بتاع الجايد لاينز بتاعتنا، من حيث الاي سي دي لو اسكيميك يبقى كلاس 1، ولو نون اسكيميك يبقى كلاس 2A. نتكلم بعد ما اتكلمنا على الاي سي ديز، نتكلم على ال كاردياك ريسنكرونايزيشن ثيرابي سي ار تيز. اول حاجه تست القصه دي ترايل اللي انا لسه كنت بقول لكم عليها، اللي هي الكومبانيون ترايل. والكومبانيون ترايل دي كانت في 2004، وكانت السي ار تي لسه طالع، لكن كان عندنا داتا عن الاي سي دي من المادت ومن الاس سي دي هيفت ومن وفي السكندري بريفنشن من بقيه الترايلز. فاحنا نتيجه ان احنا عندنا ايفيدنس قديم للاي سي دي، واي نوت نكمبير السي ار تي بيزد على يعني نقارن هل سي ار تي دي فيرسس اي سي دي اونلي. هم خدوا العيانين انيها كلاس 3 تو 4، وخدوا كله اسكيميك ونون اسكيميك، وخدوا كيو ار اس ديوريشن 120 ملي سكندز اور مور، وقسموهم ثلاثه ارمز: ميديكال تريتمنت، وسي ار تي بي اللي هو لوحده، وسي ار تي دي. النتيجه ان الاونلي ارم اللي طلع فيه امبروفمنت اوف سيرفايفل كان السي ار تي دي، والسي ار تي بي لوحده ما قللش المورتاليتي كومبيرد للميديكال تريتمنت في الترايل دي. جت بعد كده بقى يعني one of the landmark trials اللي هي ال care heart failure trial بعد ال companion بسنة. وال care heart failure خدت انيها 2 to 3 بالرأي despite they are being يعني they have انيها 2 to 3 despite they are being on treatment with ejection fraction less than 35 وخدوا QRS more than 120. وقسموهم اللي مور ذان 20 دول، المفروض ان هم قالوا ان احنا هنقسمهم، ده لسه they are thinking about the strategy، يا اما 150 ملي سكند كيو ار اس ديوريشن او اكتر، او لو هو من 120 ل 149 ملي سكند هنعتمد على شويه ايكو كرايتيريا فور ذا سينكروني اللي هم مذكورين دول. لكن لما لو حد منكم قرا الترايل وبص على البيز لاين characteristics بتاعت البيشنت، الميديان بتاع ال QRS duration كان 160 ملي سكند، والانتركوارتايل رينج كان 152 to 180. فactually they did not include the patients اللي هم QRS duration من 120 ل 150 اصلا، they are not included. في الترايل دي ال CRT لوحده قلل ال حسن السيرفايفل كومبيرد بالميديكال ثيرابي، وكمان قلل الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن سيجنيفيكنتلي، عملت تو ايفكتس. جت بعد كده ترايل شبه المادت القديمه بس اسمها مادت سي ار تي، خدت الكير هارت فيلير ما فرقتش اسكيميك برضو ونون اسكيميك. المادت خدت برضو اسكيميك ونون اسكيميك كارديومايوباثي، بس في الحاله دي خدوا ايجكشن فراكشن 30%، نفس الجمله كيو ار اس 130 اور مور، بس اللي فاتت كانت نيها 2 تو 3 لكن دي خدوا نيها 1 تو 2، وكانوا يا اما سي ار تي بلس اي سي دي او اي سي دي الون. وكان السي ار تي هنا كانوا بيقارنوا مش بالميديكال تريتمنت، بيقارنوا سي ار تي زائد اي سي دي او اي سي دي لوحده، شبه الدينش الاخيره. وكان السي ار تي اي سي دي لمورتاليتي بنفيت كومبيرد بالاي سي دي الون. ولما نيجي نبص على الكيو ار اس ديوريشن، هم عملوا سب جروب اناليسيس، لما نبص لو هو اقل من 150 هنلاقي
الكونفيدنس انترفال بتاعنا راح الناحيه الثانيه اللي هو نيوترال ايفكت. لكن لو خدنا الكيو ار اس ديوريشن ال 150 مللي سكندز او اكتر هنلاقي الستاتستيكال سيجنيفيكانس عالي. فمعنى كده انه العيانين اللي من 120 ل 150 مللي سكندز في الترايل دي ما عليهمش ايفيدنس فور امبروفينج مورتاليتي. وفي بعد كده ترايل ثالثه نفس القصه ريبروديوسبل اللي هي الرافت سي ار تي، وكانت طلعت ان هي في ستاتستيكال قارنت برضه سي ار تي بالاي سي دي، يعني سي ار تي دي فيرسس اي سي دي، وكانت بتقلل الهارت فيلر هوسبيتاليزيشن وبتقلل المورتاليتي. طيب سؤال مهم علشان نساله، هو از مور لايكلي تو ريسبوند تو سي ار تي؟ اول حاجه هم كانوا محتاجين يجاوبوا على سؤال السي ار تي في النارو كومبلكس. فهم او احنا عندنا الكير هارت فيلير، بالرغم ان هم قالوا ان احنا هناخد العيانين ال 120 مللي سكند واكتر ونعمل لهم اناليسز، اكشولي لما جينا نبص على البيز لاين كاركترستكس كانت العيانين 160 ميديان كيو ار اس كومبلكس، فاكتشولي هم ما خدوش اي نارو كومبلكس. فالهدف بقى ان هم عملوا ترايل اسمها ايكو سي ار تي علشان يشوفوا النارو كومبلكس هل هيستفيد ولا لا. طب هيركبوا له يعني سي ار تي بيزد اون ايه؟ بيزد اون ايكو فايندينجز. وعشان كده هي اسمها ايكو سي ار تي، وهم كانوا بيعتمدوا على ايكو كارديوجرافر فيري experienced، وكانوا بيبعتوا له قبل الراندم، يعني كل ما يعملوا العيان نارو كومبلكس وهارت فيلير ينطبق عليه الشروط بتاعتهم يبعتوا له الداتا بتاعته should we randomized for CRT or not. فكانوا بياخدوا العيانين النيها class 3 اللي على stable pharmacological therapy ب ejection fraction less than 35 ب dilated dimension ب QRS less than 130 milliseconds actually narrow complex ويكون عندهم mechanical dyssynchrony سواء اعتمدوا على TDI as a method أو speckle tracking، لكن لازم كان عندهم evidence for dyssynchrony based على الإيكو. ولما نبص على median QRS هو actually 105 it is an actually narrow complex، ولما نبص على NT Pro BNP الأرقام عالية فهما فعلا heart failure with reduced ejection fraction patients. ودي طرق الديسينكروني اللي كانوا بيعتمدوا عليها سواء الاسترين أو التيشو دوبلر إيميجينج، والنتيجة طلعت إنه CRT ما كانش لي أي benefit compared بالcontrol group في العيانين اللي عندهم نارو complex. النقطة التانية اللي هم بدأوا يشوفوا دي مثلا ميتا أناليسز، بدأوا يفكروا هل في حاجة تانية بتفرق في الـ في الريسبونس بتاع العيانين للسي ار تي غير الديوريشن بتاع الكيو ار اس. لقوا ان في مشكلة تانية اللي هي الليفت باندل برانش بلوك والرايت باندل والانترافنتريكولار كوندكشن ديلي. لما نبص على الليفت باندل الطرفين بتوع اللاين to the left من ال vertical line ده، فبالتالي ال left bundle branch block patients بيستفيدوا من ال CRT. لكن لما نبص على ال right bundle والneither اللي هم ال intraventricular conduction delay هنلاقي ال lines خرجت بره، فبالتالي هتلاقي p value بقتش significant. فنتيجة لكده يبقى ال left bundle هم اللي بيستجيبوا وال right bundle والباقيين ما عندناش عندهم عليهم داتا قوي. ففي ترايل طلعت في 2013 بيحاولوا يوصلوا للكات اوف اللي ده الهازارد ريشيو. احنا في الاستاتستكس عموما لو الرقم لما تيجي تقرا اللي بتوين براكتس لو الرقم اللي تو ذا رايت 1 اور مور يبقى كده مش statistically significant. نجربها مثلا في عيانين الليفت باندل، الليفت باندل
هتلاقيها 0.55 to 0.78، الرقم اللي في اليمين في البراكتس اقل من 1، فبالتالي دي statistical significant من غير ما تبص على البي فاليو. بص على الرايت باندل مثلا والانترافنتريكولار كوندكشن ديلي، هتلاقي الرقم 1.23 1.41، فبالتالي ده مش statistically significant. انزل تحت هتلاقيهم اللي هم السيجنيفيكانت كلهم اقل من 1. فهم خدوا الهازارد ريشيو اللي هو الواحد والكيو ار اس ديوريشن، وشافوا الكات اوف اللي الايفكت عنده بتبقى لوست، والرقم ده كان هنا كده تقريبا ما بين 120 و 130، وبيزد عليه احنا عندنا انفورميشن ريتد للجايد لاينز. احنا عندنا داتا ان 150 اور مور، عندنا سوليد ايفيدنس قويه جدا جايه من الكير هارت فيلير ترايل، وال 130 فاقل عندنا داتا برضو سوليد ايفيدنس ان هما ما بيستفيدوش من الداتا اللي هي جايه من الايكو سي ار تي. وعندنا اريا جراي زون واضح من الميتا اناليسيس دي ان فيها استفاده، لكن في بعض السب جروب اناليسيس ما كانتش واضحه قوي. فنتيجة لكده الجايد لاينز اتحطت انه ال 130 فأقل ده كلاس 3 هارمفل، وال 150 and more ده كلاس 1A ده significant، والحتة اللي في النص خلوها كلاس 2A وليفل اوف ايفيدنس اضعف شوية ليفل اوف ايفيدنس B. دي جملة انه in science ما ينفع يعني مش كل حاجة أبيض وأسود. This is not all or nothing. دي لما نقول all or nothing تنفع في حاجة ليها علاقة بالreligion، ينفع لحاجة ليها علاقة بالpolitics، لكن in science it is harmful. مش كل حاجة black or white، في gray zone اللي هي عندنا في CRT from 130 to 150. بعد كده بدأنا نتكلم على ال benefit في الرايت باندل برانش بلوك، ودي ميتا اناليسز اتعملت، ما فيش ترايل ديديكيتد بس عايزين نبص كده على ترايلز الريبريزنتيشن بتاع الرايت باندل. هنلاقي انه العيانين الرايت باندل they are very under represented. من اعلى حاجه اعلى ترايل واخده 26%، وممكن تلاقي ترايل واخده 5%. فبالتالي اول نقطه ان الرايت باندل ار اندر ريبريزنتد في الترايلز. لما عملوا الميتا اناليسز لقوا انه مفيش بنفيت في عيانين الرايت باندل والانترافنتريكولار كوندكشن ديلي زي ما قلنا. فنتيجه لكده عملوا نفس الكيرف الثاني، بس الريكومنديشنز بقى فيما يخص النون ليفت باندل، هنجمعهم على بعض الرايت باندل والانترافنتريكولار كوندكشن ديلي، هتبقى ويكر. يعني ال 150 and more لو كانت class 1 لو العيان left bundle branch block هتبقى class 2A في non left bundle، ولو هي كانت 2A في ال 130 to 150 هتبقى class A to B. ودي كانت ال conclusion بتاعتهم في recommendation. لكن هم ليه still recommending ال right bundle انه ممكن ينفعله CRT بالرغم من انه ما فيش بنفيت طلعت في الميتا اناليسز؟ لان البيشنتس تو رايت باندل كانوا اندر ريبريزنتد في الترايلز، ف this is an entity that needs more and more trials. لكن بتخليك تفكر ان انت لو عندك الديفايس غالي في a poor country زينا، يبقى انا ادور على عيان impaired ejection fraction فعلا still symptomatic بالرغم انه على الoptimal directed guideline directed medical therapy complex wide اكتر من 150 ويكون left bundle branch block، ده اكتر عيان واحسن عيان هيستفيد. يجي بعدي العيان اللي still ischemic وعنده نفس الكريتيريا اللي قلناها بس الكومبلكس بقى نارور شوية، ويجي في نفس المستوى بتاعه العيان النون left bundle الQRS بتاعه very wide. وميبي بقى العيانين اللي هم النون رايت نون ليفت باندل ويكونوا مش الكيو ار اس بالكومبلكس بتاعهم 120 150، ممكن وممكن لا تركب لهم، بس الاستفاده الاكيده هي لما تجمع كل الفاكتورز مع بعض، ليفت باندل مع وايد كومبلكس مع دايركت ميديكال ثيرابي وستيل سيمتوماتيك. ودي بقى ريكومنديشن ان ريتن فورم ان السي ار تي
is recommended for symptomatic patients with heart failure يكونوا in sinusrhythm, QRS duration 150 or more, ejection fraction less than 35. ومهمة جدا 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 جملة despite optimum medical therapy to improve the symptoms or reduce the morbidity and mortality. Still لو العيان left bundle هيبقى class 2A لو هو complex بتاعه 130 to 149. نفس التو ريكومنديشنز بقى على النون ليفت باندل بس اضعف شويه، اللي كانت هناك 1 بقت هنا كلاس 2A، واللي كانت هناك كلاس 2A بقت هنا كلاس 2B. المعلومه الاخيره الاكيده ان السي ار تي از نوت ريكومندد ان بيشنتس ويز كيو ار اس ليس ذان 130 ودو نوت هاف انديكيشن فور بيسنج تو هاي ديجري اي في بلوك. ما اتكلمتش عن العيانين اللي محتاجين بيس ميكر، هنأجلها في البيسنج جايد لاينز. وبكده نبقى خلصنا ال سي ار تي كمان والاي سي دي.